خلاص يا شيخ احمد، تشخص المين انت الاعلان؟ والله ادري ادري، اسمع المتابعين خلوكم في الطرف، ما لكم علاقة. ايه؟ اصل البرجر. ايوه احفظوا وجهي. ليش احفظوا وجهي؟ باجي المحل وباخذ مجانا. بتقول انا جاي من طريق غازي؟ اكيد، ايش اقول له من طريق عبد الله حاتم من المحل. طيب اسمع، خلاص بيسمحوا لك مرة واحدة. 3 مرات. لا كذا انت طماع، بيكشفوك اصلا. والله ما يكشفوني ترى. كيف ما يكشفوك؟ خليها بيني وبينك. ايش تبي تسوي؟ يوم اروح لهم بالشماغ. في اليوم تجي 3 مرات؟ ايه. طيب كيف تبي تسوي؟ المرة الثانية اجي بدون شماغ. ايوه. والطاقية. والمرة الثالثة؟ بدون طاقية. تتوقع تمشي عليهم؟ كيف عندهم 40 فرع، لو مريت على 3 معناته اكل 120 مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أمسينا وأمس الملك لله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا أهلا، 3 لابد أن تستقر في ذهنك. حاصلة حاصلة، مهما حاولت ومهما فعلت ومهما قدمت ومهما أعطيت، واقعة واقعة، الله لا يعوق بشر. 1، لا نجاة من الموت. 2، لا راحة في الدنيا. 3، لا سلامة من كلام الناس. هارجين هارجين فيك، الله لا يعوق بشر. لكن على قولة جورج وسوف، كلام الناس ما بيأدب ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. وليه يا حبيبتي نسمع؟ اهدى يا ابو ربيع شوي. شكرا. هلا يا مزرعة يا جنة يا نار يا قصة يا مربى حلاوة. هذا وش انت شو مسوية؟ خير، بس انا خايف انه ينكفي الحين على البلاط. يا عمي تكفى. طيب ابشري ابشري. انت تدري اني احبك اكبر اكبر من 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 البيت هذا كله؟ من الشارع؟ أنا أحبك أكبر من جوري مول.
حسن من جودة نومك مع مفارش الحبيب. الحبيب أول وأكبر موقع للمفارش على مستوى المملكة، النعومة الفائقة والجودة العالية والأسعار اللي في متناول الجميع، هذا المعروف عن الحبيب. والله أنهم يعني تجربة سنوات الحبيب، وبتصلكم على واحد من إخواني من سنوات ما يأخذ إلا من مفارش الحبيب. مفارش الحبيب يقولون لك أكبر التخفيضات السنوية المنتظرة تراها بدت، تخفيضات من 10% إلى 60% على المفارش الشتوية والجديدة واللباد والوسائد والأرواب وأكثر. أبو عقاب وشلونك؟ والله بخير. أبو عقاب وش رأيك في مفارش الحبيب ومن كم سنة وانت تطلب منهم؟ والله يجب والله نطلب أنا لي 7 سنين من عندك. من 7 سنوات؟ والله من 7 ما شاء الله، والله انت تستاهل تكريب مفارش الحبيب صراحة. حتى الشتوي الشتوي عندهم فطيح صراحة. يعني الله يسعدك يا أبو عقاب، شكرا شكرا. سمي الله يسعدك يا قلبي، هذه شهدت من أبوك شهدت منك. والله لازم تكرمون أخوي سلطان يا مفارش الحبيب، من 7 سنوات هو زبون وعميل عندكم ما شاء الله تبارك الرحمن. أتوقع كفاية كلام سلطان أخوي، من 7 سنوات يستخدمهم ويقول خصوصا المفارش الشتوية. والله ما يدري أني بتصل عليه، والله أرفع الشاشة سلمك الله. بتدخل على موقعهم، بإمكانك تحمل التطبيق الخاص فيهم. الجماعة مرتبين وأهل سوق وعارفينه ومن أوائل الناس في السوق هذا. يا جماعة تخفيضاتهم كبيرة، عندهم خدمة ما بعد البيع، خدماتهم مرة مميزة، كل طرق الدفع متاحة بما فيها خدمة تمارة، تقدر تقصد على مهلك. شهادتي فيهم مجروحة صراحة. لو استخدمتوا كود غازي بالإنجليزي راح يخصم لكم على الأشياء اللي ما عليها تخفيض. طبعا حنا جانا هذا المفرش من عندهم، شوفوا زي ما تشوفونه قدامكم، وجانا معاه هذا عبارة عن روب. الله يعطيهم العافية، والحبيب ترى على مسؤولية. حي الله النشامة، هالرجال جاينا من الرياض وهالرجال جاينا من الشرقية. بكل أمانة كيف جربتوا الحلا وكيف؟ ثاني مرة قبل ما نمشي بعد ناخذ واحد ثاني. الله يحييكم تحيسي. تراني انا اسالكم لان الرياض والشرقيه المنافسه فيها شرسه واهلها ذائقتهم عاليه جدا، الكافيهات انواع واشكال، فحبيت اسالكم. لا انا من عندي 10 من 10. الرجال هذا يقول متى تجي الرياض، قلت عما قريب ان شاء الله، بس قاعدين ندور على مكان زين وكفو وبنجي ان شاء الله.